الله يدي لك العافية يا بنتي. دعاءكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الكريمات لهذه الطفلة الصغيرة وأخواتها البنات الرائعات، إن الله يأخذ بإيدهم ويعالجهم إن شاء الله، وربنا هو الكريم والرحيم يرحمهم إن شاء الله ويخف عليهم مشاكلهم. أبوهم الرجل الرائع هذا تحمل بقدر جهده، لكنه أيضا هو مصاب، ومصاب يعني بشكل عنده أعصاب، عنده حالة عصبية زي ما قالت بنته الكبيرة، وربنا يخارجه. طيب أنا ببدأ نحل لك الإشكالية حق رمضان، كيف سويتم رمضان إن شاء الله؟ كويسات كويسين، مرتبين المصاريف والحاجات هذه كلها على الله، كله على الله. طيب ها، ربنا يسوق اهل الخير والله يدي لكم العافيه. الله يحفظ لك العافيه يا حاج. انا بشوف عمي عبد الرحمن هذه سله غذائيه الان مقدمه من امازون، فيها كل الحاجات اللي تشتوها ان شاء الله. جزاكم الله خير. ايوه كويس يا ما. مضاف عليها قطمه سكر وقطمتين رز وكيس دقيق. كويس يا بنتي؟ الحمد لله كويس. كويس اقصد ساعدكم. ايوه الحمد لله. ما لك حزينه كذا؟ ايش فيبي؟ لا اصلا ما شوف، تشوفي خواتك وتشوفي اللي تسالي ودي عليهم الزعل صح، تشوفي ابوك تعبان تشوفي امك برضه تعبان تسالي. الله يدي لك العافيه، معلش يا بنتي الصبر. طيب وانتم النساء اليمنيات رائعات وقويات الحمد لله، صبورات صح. الام صبح الام ما في زي الام. الله يدي لها العافيه. انا ما شفتهاش ولا اقدر. اي تعبانه قلتي؟ ولا اقدر اصورها لانه قالوا تعبانه مره يعني صعب انه تصور. والابرق الرائع معاقين تعالجهم وده، وصعب عليه برضه لما تجي تمرض تعب عليه يعني فوق طاقتها تتحمل. مقررة علاجات من فوق 30,000 شهريا يعني لازم تاخذهم. ايوه كل شهر 30 فقط كل شهر. ايوه يعني اذا في علاجات واستقرت الحاله تستقر. ايوه علاجات واصله. تمام لا استطيع ان اشتغل ولا استطيع. هيا حالة قطع القلب، كلنا بكينا. هذه 50,000 ريال مقدمة من أم ياسر فاعلة خير من أمريكا عشان العلاج. خليها تفضلي. هم فقط اللي يدوا لنا يقولوا ادعوا لهم انه ربنا يوفقهم ويشفيهم ويصح اولادهم واجسامهم ان شاء الله، يوفقهم للخير. طبعا 50,000 ريال قليلة، انا وجهت نداء انساني. الحالة صعبة للغاية. الطفلة الصغيرة هذه الرائعة الجميلة هذه الحلوة، شوف محسنة كيف تضحك ما شاء الله عليه.